السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. اليوم خلينا نعلق على هذا المقطع، صراحة مستفز جدا وبدل قد ايه في عندنا كم من الجهل مش طبيعي. نحن للاسف عندنا مشايخ عندهم جهل مش طبيعي، وغير هيك الامور اللي تربينا عليها ما بنقدر نقدر انه في قسم كبير من الامور اللي نحن تربينا عليها بتاثر فينا لانه نحن تربينا عليها، فهي ما راح تأثر بغيرنا بالشكل اللي نحن بنتوقعه أو الشكل اللي نحن بنعتقده. يعني مثال، نحن خلقنا مسلمين صح؟ نحن بنعتقد بسبب إنه نحن تربينا مسلمين إنه كل العالم بشكل سهل جدا لازم يآمن بإنه في الله وفي إنه الإسلام هو الصح وإنه هذا شيء منطقي وهذا شيء سهل صح؟ ولكن بنلاحظ إنه لا، معظم أهل الأرض هن مش مسلمين، هن كفار. فلازم نفصل بين الأمور اللي نحن تعلمناها بصغرنا قديش هي عايشة فينا وبتأثر فينا، وقديش هي تقدر حقيقة تأثر على غيرنا من الشعوب. مش كل شيء أنت بتآمن فيه رح يكون فعلا سهل على غيرك يآمن فيه لأنه أنت بتعتقد أنه هو صح أو لأنه هو سهل. تعالوا نسمع هون ونشوف المهزلة، أنا بسميها مهزلة، ويا ريت نبطل هاي المقاطع صراحة للمشايخ عنا لأنه ما بتجيب نتيجة. الشعوب الغربية بدك تحكي معها احكيها بالمنطق، احكيها بالعلم، احكيها بالإقناع، مش والله بهاي الطريقة. تعالوا نشوف. قل له قل له انا هل يفهم العربية او الفارسية او يقدر يفرق؟ Est-ce que tu comprends les langues étrangères telles que l'arabe, le perse ou autre? Non. Non, non. ما يقدر يفرق، يعني لو اتكلم مع عربي او اردو او فارسي ما يقدر يفرق. C'est-à-dire que si là maintenant le cheikh parle avec toi en ourdou, en perse ou en arabe, tu ne peux pas faire la différence. Là, il fait. Là, il va prononcer deux phrases et il veut que tu vois est-ce qu'il y a, ou plutôt tu lui fais ressentir ce que ces phrases ont fait sur toi. D'accord? Donc tu vas essayer de lui dire quelle est la différence entre ces deux phrases, que tu ne comprends bien sûr absolument pas. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هذه الجملة الأولى. قل له. طيب ياخذ الجملة الثانية. Là maintenant, il va prononcer la deuxième phrase. Essaye de dire est-ce qu'il y a une différence entre les deux. نحن اجتمعنا في هذا المكان ثم جلسنا في هذا الزمان ثم التقينا معك وجلسنا معك وأنسنا لما لقيناك ثم سوف بعد ذلك نفارقك لكننا سوف ندعو كثيرا لك. طيب هذه الجملة الثانية. Ça c'est la deuxième phrase. قل له هل شعر بفرق بين الكلامين؟ Est-ce que tu as ressenti une différence entre les deux phrases? Est-ce qu'il y en a une parmi les deux qui a peut-être touché ton cœur? La deuxième, الجملة الثانية. ارتاح إليها. طيب لماذا؟ بشرفك عن جد، يعني هاي المقاطع مستفزة جدا وما في داعي لإلها. كان أفضل لو بتقول له معنى الآيات وتاخذ رأيه فيها، تقول له هذا كهيك القرآن بيقول وشو رأيك بهذا الدين مثلا يعني. بس انا بشوف هاي المقاطع كلها مهزله وما في فائده منها. الشيخ ما هذا دورك كشيخ لتحكي بهاي الطريقه، لانه هاي الامور قد تضر بالاسلام وتضر بالقران مش تفيد، وما في لها داعي اصلا. تمام؟ فما بعرف ليش هاي المشايخ بتصر تتعامل مع الناس بهاي التزاجه وبهاي البساطه اللي هي ما في لها طعمه ولا في لها فائده بالمره. طيب هذا المقطع قد يكون هذا الشيخ طبق هاي العملية على كذا مشترك، قد يكون انتبهوا كمان احنا عشان نكون فاهمين، فقد يكون شخص اجتزأ، يعني قد يكون في خمس مشتركين أربعة منهم اختاروا القرآن قالوا ارتاحوا للقرآن وواحد اختار الجملة الثانية اللي هي مش القرآن. فبيجي ناس طبعا بيقتطعوا المقطع ولا كان شوف. طيب ولكن مع هذا يعني لو افترضنا انه في ناس مجتزئين هذا المقطع برضو غلط، برضو ما في فايدة منه. لماذا ما في فايدة؟ يعني
قالوا القرآن ارتحوا له ولا ما ارتحوا له ما في فائدة. فإذا هو بالإيجاب وبالسلب أنا بشوفه هاي المقاطع ما لها داعي وبتضر بالإسلام وبتضر بالقرآن وبسمعة حتى المشايخ وبطريقة الإسلام أو تعامل المسلمين مع غير المسلمين. ما بتمنى بتمنى يجي يوم ما نعامل غير المسلمين بهاي الطريقة الساذجة يعني، أو الطريقة البايخة جدا، وهيك فيها أسلوب من ما بعرف كأنه التعالي على غيرنا من الشعوب. ما بيصير، بدك تناقش بتناقش بالمنطق بالعقل بالمعنى مش بهاي الطريقة. هذا رأيي، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، هل أنتم بتشوفوا هاي المقاطع بتفيد المسلمين ولا بتضرهم بكل صراحة، وهل هي تليق أصلا بشيخ أنه يحكي بهاي الطريقة أو لا. أنا بشوفها أنه هاي الطريقة أبدا أبدا مش منيحة، أصلا ما بيجوز أنك أنت تستعمل طريقة القرآن بكلام آخر. أنا بشوفها هاي حرام أصلا، قد تكون فيها منقصة من القرآن الكريم ومن قيمة القرآن ومن قدسيته. اكتبوا لي تحت لو سمحتوا لنعلق هاي المقاطع، لأنه هاي المقاطع أنا بكرهها جدا، تستفزني بشكل مش طبيعي. السلام عليكم.